طب لو هنروح ليه برضو قصة أفشة سريعا، يعني أنا عايزة برضو تعليق من حضرتك. والمؤتمر الصحفي بالأمس كيروش أعلن إن عدم جاهزية أفشة وعايزه يبقى جاهز 100% خوفا عليه، وده مقبول جدا ومشروع. برضو بتشوف ده كانت خطوة سليمة من وجهة نظرك أم لا؟ كان المفروض إن هو يعني يشارك في مباراة الجزائر لأن هي في غاية الأهمية برضو إلى حد كبير، يعني هيحسم عليها أمور تانية. هو ربما كيروش بيفكر ما بعد مباراة الجزائر، يعني انا هخش هطلع من الجزائر ربما اقابل المغرب، ما هي عشان ربما هي دي النقطه، ربما اقابل المغرب او الاردن. وجود أفشة في حاله جاهزيه صح سليمه مهم جدا، لان انا عايز اللقب مش عايز اعدي الجزائر. طب انا معديت وخلاص، فيعني الجزائر مش هي البطوله بتاعتي انا، البطوله لسه قدامها تحديات قويه، فبالتالي يعني راحت أفشة او اي لعيب اخر مهمة، يعني ما غامرش بيه أخسره فيما تبقى من جولات البطولة وفيما تبقى فيما هو قادم للأهلي. يعني دي أمانة المدير الفني المنتخب إنه يكون أمين على اللعيب أكثر من إنه التفكير في النتيجة نفسها. إيه الفايدة إن أنا أشركه نص ساعة وقدر الله يجيله إصابة صعبة شوية تحرمه جولات جاية؟ لا، ف يعني وجود أفشة وعدم وجوده، يعني انا اتصور ان ده فرصه للاعبين اخرين ان هم يقدموا ما عندهم في التحدي الكبير ده. احنا من كل ماتش في بطوله كاس العرب انا شافه بيجيب لنا عناصر جديده نفرح بيها بصراحه. أكيد. يعني اكيد ده حصل بشكل واضح كمان في ماتش السودان الحقيقه، ماتش السودان